وتداول الحجاج بأخبار فتوحات السنة. ففي الشرق قام العلاء الحضرمي وأمير البحرين بغزو بلاد فارس ففتح مدينة اصطخر، كما قام عتبة بن غزوان بفتح خوزستان ومناذر، وقام القائد حرقوس بن زهير السعدي بفتح سوق الأهواز، وهزم الهرمزان قائد الفرس، ولجأ الهرمزان مع فلول جيشه إلى مدينة تستر فحاصره المسلمون وفتحوا المدينة وأسروا الهرمزان وأرسلوه إلى المدينة المنورة مع الغنائم. وفي الجزيرة قام القائد عياض بن غنم بالتوغل فيها حتى فتحها بالكامل، ثم توجه إلى أرمينيا.